في الحقيقة يعني إنه لأمر مؤسف، ولكن هذا قضاء الله وقدره. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا هذا النبأ الحزين حقيقة على كل خليجي وكل عربي وكل مسلم، بل والعالم أجمع. فبصمات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من العطاء الإنساني وصلت إلى أرجاء المعمورة، وكان الحقيقة رجل المرحلة، رجل التمكين الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبرحيله الحقيقة يعني فقدنا أحد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي كان يؤمن بوحدة المصير المشترك ورفاه الشعوب، وجعل الرفاه والاستقرار هو يعني مبدأه دائما في هذه المجالات وفي هذه الأمور. الحقيقة في كل بيت بحريني حزن، حزن شديد، وكانت فاجعة أليمة ألمت بنا، والحزن واحد بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما تعرفون تربطنا علاقات يعني قوية جدا، وشائج قربة، دم، مصير مشترك، فالعلاقة جدا جدا متميزة من الآباء المؤسسون إلى هذه اللحظة. فلا يسعنا إلا ندعو له بالمغفرة والرحمة، وأن يسكنه الله فسيح جناته. حزن شديد، لأن إحنا والإمارات بلد واحد، ما يؤلمهم يؤلمنا وما يفرحهم يفرحنا، لذلك يعني تكون المشاعر جدا متقاربة في هذه المناسبات، سواء كانت حزينة أو سعيدة. نأمل الله سبحانه وتعالى أن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإكمال مسيرة الخير والعطاء لهذه الدولة الرائدة الحقيقة، التي تبوأت مراكز الصدارة في العالم في جميع المؤشرات، وخصوصا المؤشرات الاقتصادية، مما انعكس على رفاه شعبها وأمته وأمة الإسلام والأمة العربية.